بقى خليني اعود مع حضرتك الى ما يتعلق بالتدريبات المشتركه. يمكن حضرتك طبعا تحدثت فيها، ولكن دعني اتحدث معك عن يعني الفكره نفسها، انه يبقى في دول تطلب ان يكون هناك تدريبات عسكريه مشتركه بينها وبين مصر لتبادل الخبرات، وتحديدا حتى تنتفع من الخبرات المصريه. هو اختلاف التسليح واختلاف مصالح العمليات وخبره القتال. إن آخر حروب تمت فيها حروب مواجهة كبيرة كانت مع مصر في حرب 73، وبعدين الحرب الجديدة اللي جت عندنا اللي هي حرب من الجيل الرابع، الجزء الخاص فيها مواجهة الإرهاب الدولي. أنت الدولة الوحيدة اللي حاربت الإرهاب في مجالاته الأساسية، مجالات الأمن القومي الأساسية، العسكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فأنت حاربتيه فبقى عندك خبرة. طورت السلاح في إنتاج، في معرض إيدكس 2018 طورتي بعض الاسلحه اللي تجابي بها الارهاب، لان الارهاب ده محتاج تطور في السلاح بتاعه واستخدامه يكون خفيف، فبالتالي طورتيه وبدات الناس تجي لك على هذا الاساس. وبالتالي هنا بقى مطالب الدول انها تيجي تشترك معاكي عشان تاخد الخبره، وانا كمان باخد الخبره بالتكنولوجيا الحديثه ومن مسارح العمليات الجديده. زي ما انت النهارده رحت مسرح عمليات جديد خالص مع روسيا، دوله متقدمه في البحريه، وانا عملت معاها في البحر الاسود مناوره بحريه. نعم. لما انت بتعملي مناورات مع دول زي فرنسا ومع انجلترا، صحيح، كل دي دول متقدمه، انت بتاخدي منها خبره وهي بتتدرب مسرح عمليات بتاعتك معاها، وانت بالتالي يبقى بتوسعي نطاق الخبره وتوسعي نطاق التدريب وبترفعي من قدرات القوات المسلحه في ذلك. صحيح. طيب دعني أسألك هذا السؤال على هامش تصريحات أو ما وجه به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في هذا الاجتماع. يعني هو أشاد بالدور الاستثنائي الذي تقوم به القوات المسلحة في ضوء النجاحات التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار. دعني أسألك هنا على هذه النجاحات سيادة اللواء. يعني الآن في غضون هذه الأثناء الجيش المصري بيصنف، أو القوات المسلحة المصرية بتصنف أنها الجيش السادس تقريبا بين الجيوش. يعني دعني أتحدث معك عن هذه الفكرة، ما الذي اختلف سيادة اللواء؟ لا، هو طبعا هو تصنيف كل مركز دراسات بيصنف على نقط معينة. النهاردة اللي صنف القوات المسلحة على أنها التاسع عالمية بيحط شوية نقط يصنف عليها، منها عدد التسليح، تحديثه، قدرة الجندي على استيعاب التسليح ده، قدرته على العمل بيه بسهولة، نظام التجنيد، نظام التعبئة، كل الكلام ده بيتحط في الترتيب. وبالتالي انت النهارده متقدمة في الموضوع ده كتير جدا، وطورت من 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 البنى التحتية عندي في مصر، زي مسرح العمليات في مصر، انت النهارده عملت طرق في مسرح بطريقة كبيرة جدا، فده كل ده بيدي قدرات للقوات المسلحة عالية. القوات المسلحة بتشترك في حاجات كتير جدا، حتى منها تحديث البنى الأساسية في مصر، وبالتالي في الأعمال المدنية، وبالتالي تديها خبرة واستخدام المعدات بتاعها باستمرار لتحديثها، لأن المعدات لما تتخزن بتقدم، لكن أنت لما تستخدميها وتعوضيها بما هو حديث، يبقى إذا أنت بتحدث القوات المسلحة باستمرار، ده فكر. ومن هنا تقييم الفكر الاستراتيجي لاستخدام القوات المسلحة بالنسبة للقيادة المصرية متطور جدا، فلازم يرفع من قدرات وترتيب هذه القوات. صحيح. طيب اخيرا دعني اختم معك بهذا السؤال سياده اللواء. يعني عندما يكون هناك رئيس لدوله يتحدث دائما عن نجاحات القوات المسلحه بشهاده الجميع، وايضا يكون هناك شعب يعني دائم الحديث عن ولاء القوات المسلحه وانتمائهم، سواء كان حتى بالقوى الناعمه او بالحديث على وسائل التواصل، وهذه التصريحات التي دائما تاتي من القياده السياسيه بوجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف يدعم ذلك الروح المعنويه للقوات المسلحه؟ اسالك هذا السؤال على غرار او على هامش ما يحدث في الدول الاخرى سياده اللواء. هو النهارده لما رئيس الجمهوريه اللي هو شايف الدوله من فوق وشايف القدرات بتاعتها يثني على العمل، يبقى اذا الاعمال بتتم طبقا للتخطيط وفي الاتجاه الصح ولها العائد والاستثمار بتاعها، وبالتالي بيشيد بيها، وبالتالي بيرفع روحه المعنويه ليها، وبعدين بيدي التدريبات وبيعمل الكلام اللي بيعلنه باستمرار، والكلام على القوات المسلحه يدي رسائل للشعب، ادي القوات المسلحه بتاعتكم. يبقى هنا بيرفع من روح المعنوي للناس وارتباطها بالقوات المسلحه بتاعتها اصلا كمان، غير دول ثانيه بتستخدم الموضوعات باسلوب مش كويس. يعني مثلا الحادث بتاع الانقلاب بتاع تركيا ده هدم القوات المسلحه ومعنوياتها في تركيا بالكامل. صحيح. واحنا شفنا الكلام اللي كانت بتعمل على الكباري والكلام. هنا
لابد انك تعظمي من حجم القوات المسلحه ومكانتها وانك ترفعي من معنويات الناس. طبعا دايما الناس لما او الشعوب لما تلاقي قوات مسلحه قويه دي بترفع معنوياته، انها تدي له الامن، بيحس بالامان فيه وبالتالي بيحس على مصالحه كلها بتتحقق، ومن هنا بيبقى بيجي الاستقرار. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحديث، كنت ضيفي عبر الهاتف سياده اللواء محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق، شكرا جزيلا لك.